فرحانه لما بنشوف الافتتاحات دي والوحدات الصحيه اللي بتدخل لقرى ونجوع ما كانتش موجوده فيها قبل كده. دايما بنفكر انه من حق الناس ان يكون عندها الخدمه الصحيه لتليق بيهم. وحاجه كمان، لما ما بيكونش في وحده صحيه للمكان ده، للقريه دي او للنجع ده، ده بيضغط على المستشفى العام المركزي، وتلاقي الناس فيها منتظره بشكل غير ادمي علشان تتعالج وعلشان يقدم بيها الخدمه الطبيه. وده ما بيبقاش تقصير من الطواقم الطبيه الموجوده داخل المستشفى العام، الا انه العدد زياده عليهم والضغط زياده عليهم، بيحاولوا على قد ما يقدروا. ويمكن صعب قوي انك تشوف عندنا في مصر طبيب متقاعس. الحقيقه انه الاجهزه الطبيه عندنا حتى وان كانت دايما في حديث مستمر عن انه الاطباء يهاجروا بره، لكن كمان كل اللي موجود في مصر بيشتغل بضمير وبيشتغل بذمه. الناس كلها بتروح الوحدات الصحيه تاخد التطعيمات الخاصه بكل يعني الامراض الوبائيه اللي كنا بنسمع عنها واختفت، زي شلل الاطفال مثلا ما بقاش موجود. ليه؟ علشان الوحدات الصحيه بتوفر ده. وده حتى خلق حاله من الوعي عند الناس انه لازم نروح الوحده الصحيه، لازم ندي التطعيم للولاد لانها متوفره. فتوافر الخدمه الصحيه مهم جدا وشيء محوري بالنسبه للناس كلها. احنا حتى لما كنا بنتكلم عن مساله تنظيم الاسره وانه جوه كل وحده صحيه ما دام موجوده في القريه او في النجع يكون في توعيه خاصه للسيدات وللازواج ولاهاليهم عن مساله الزياده السكانيه وخطر الزياده السكانيه علينا، وانه حتى يعني الحديث طال صحه المراه وصحه الطفل والمبادرات الرئاسيه اللي احنا شفناها في هذا الصدد، كان حديث مهم جدا. لانه ببساطه الزياده السكانيه احنا مهما شفنا قدامها من جهود للدوله بتعملها علشان يعني نكرم بحياة تليق بينا، الزيادة السكانية بتلتهم هذه الجهود ومش بنحس بيها. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور، يمكن كنا بنتكلم عن الافتتاحات اللي حصلت النهاردة، الوحدات الصحية الخاصة بقرية الأبعادية، وحدة زرع النخاع، وقد إيه يعني ده بيخفف عن الناس اللي موجودة داخل هذه المناطق اللي ما كانتش بتقدم بيها الخدمة الصحية أو كانت بتعاني عشان توصل للخدمة الصحية، وقد إيه ده كان بيضغط على المستشفيات المركزية. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حضرتك الكرام. يمكن افتتاحات السيد الرئيس النهارده بتؤكد حقيقه على ارض الواقع انه بالرغم من كل العوامل الاقتصاديه العالميه التي تضغط على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري، الا ان الدوله المصريه لن تتنازل عن الحياه الكريمه لمواطنيها. وان الحياه الكريمه والحرص على توفير الحياه الكريمه بكل ما تحويه كلمه حياه كريمه من معنى في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، الثقافي، التعليم، السكن، المواصلات، هو هدف غير قابل للتنازل من الدوله المصريه. والسيد الرئيس النهارده بيؤكد ده بافتتاحه لوحده صحيه ضمن مبادره حياه كريمه في الأبعادية، أحد القرى المصرية البعيدة عن العاصمة القاهرة، عشان نقول إنه الحياة الكريمة هو هدف غير قابل للتنازل، غير قابل للتفاوض، وإن إحنا دولة تسير بكل قوة نحو تحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها. ده يمكن الرسالة الواضحة جدا من افتتاحات السيد الرئيس النهارده، سواء للوحدات الصحية، للمستشفى، تواجد سيادته في الجامعة التكنولوجية في برج العرب، تعليم وصحة، تنمية الإنسان، الحياة الكريمة للمواطن المصري. تحدث سيادة الرئيس النهاردة عن كمان التأثير السلبي للزيادة السكانية، ويمكن قال سيادته على وجه التحديد أن احنا كل 15 ثانية هناك مولود جديد، وكل دقيقة يعني إضافة 4 مواليد جدد. مشكلة الزيادة السكانية مع استمرار كل الحملات الخاصة بمسألة التوعية بالزيادة السكانية، توافر كل المستلزمات الصحية اللي ممكن تساعد في هذا في كل الوحدات الخاصة بحياة كريمة بالمستشفيات العامة، إزاي المشكلة دي ممكن يكون ليها حل وإن طال أمدها يعني؟ طيب خليني الأول أقول لحضرتك تأثير الزيادة السكانية المباشر على الحياة وجودة الحياة، وإنه إزاي الزيادة السكانية دي الحقيقة هي تتناقض وتتعارض تماما مع ما تسعى اليه الدوله من تحقيق حياه كريمه لمواطنيها. ولناخذ الجانب الصحي على سبيل المثال، يعني واحده من ضمن المشاكل اللي اثبتها المسح الديموغرافي في مصر ان عندنا 25% من السيدات اللي خلفوا قبل سن ال 20 سنه. ف
طب الخلفه قبل سن ال 20 سنه بتعمل ايه؟ بتعرض الـ 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 الام والمواليد لاحتماليات الوفاه. لانه في عندنا دراسات بتقول ان الاطفال اللي بيتولدوا لامهات اقل من 20 سنه احتماليه لا قدر الله وفاتهم بتزيد بنسبه 50% عن الامهات او الاطفال اللي بيتولدوا لامهات فوق سن ال 25 وال 26 سنه. ان الاحتماليه انه يولد الطفل بوزن منخفض، احتماليه انه الامهات تتعرض للكثير من المشاكل الصحيه ومضاعفات الحمل ولا قدر الله وفاه الامهات اضعاف ما يحدث في السن المناسب للحمل، وبالتالي احنا عندنا مشكله مرتبطه بالحياه الكريمه للمواطن المصري، وقد ايه كل ما تبذله الدوله من جهود لتحقيق حياه كريمه من الممكن ان يتاخر ويتعطل بسبب الزياده السكانيه غير المبرره. عايز اقول لحضرتك مثال بسيط، يمكن كان لسه من اسابيع قليله اعلنا بالاشتراك مع منظمه الصحه العالميه ووزاره الماليه ووزاره الصحه الحسابات القوميه لجمهوريه مصر العربيه في العام المالي 18 19 و 19 20. واحده من ضمن الحاجات الهامه، وانا هنا بتكلم على الزياده بالدولار مش الزياده بالجنيه عشان ما حدش يقول انه احنا بنزود باعتبار ولا نراعي انخفاض سعر العمله. الزياده اللي اثبتها الحساب القومي للصحه في مصر من الفرق ما بين العام 19 18 19 و 19 20 ان نصيب الفرد زاد في الانفاق من الدوله على الصحه بنسبه 6.3%. ده لو كنا احنا معدل الزياده في مصر هو معدل زياده طبيعي وقريب من متوسطات الزياده العالميه كان الرقم ده ارتفع ل 13%. يعني اللي خلى الانفاق في كل ما تنفقه الدوله، انا بتكلم هنا على الانفاق الدولاري، عشان تزود حصه الفرد من الانفاق على الصحه من الموازنه العامه وصل 6.3% هي زياده. عشان نفهم الناس برضو يا دكتور حسام، ده كان ممثل في ايه مثلا؟ منظومه التامين الصحي الجديده، قوائم الانتظار، كان ممثل في ايه؟ كل المبادرات الرئاسيه ساهمت في خفض الانفاق من الجيب. أنا بتكلم على الزيادة المباشرة دلوقتي، أنا لسه هتكلم على الانفاق من الجيب، أنا بتكلم على الدولة بتضخ زيادة مباشرة في منظومة الصحة من الموازنة العامة بحساب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. على فكرة ده مش حساباتنا إحنا، ده حسابات منظمة الصحة العالمية بتقول إنها زادت في سنة مالية 6.3% لكل مواطن. طب لو أنا عدد المواطنين ما زادش بالارقام اللي ذكرها سياده الرئيس، ان انا كل 15 ثانيه في عندي طفل، كانت الزياده دي بقت 13% في حق كل مواطن. الحسابات القوميه بتقول انه انا كان معدل الانفاق من الجيب، يعني المواطن كان بيصرف من جيبه على الصحه 62% تقريبا من دخله. النهارده الرقم ده قل في 2021 الى 59%. 59% احنا بنتكلم على 3% نقص، مش رقم كبير، لكن ده معناه ان الدوله تسير على الطريق الصحيح. تعالي بقى في بورسعيد اللي تم تطبيق فيها التامين الصحي، واحنا بنتكلم على بعد سنه واحده من بدايه التامين، انخفض ل 47% من 62 ل 47. ده معناه ان احنا لو جينا حسبنا النهارده بعد 3 سنين او 4 سنين من تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل، معدل انفاق المواطن من جيبه على الصحه ممكن يوصل للمعدلات العالميه اللي هي 20% تقريبا، وهو ده اللي بتسعى اليه الدوله. ده المرجو. ايه اللي بيخلينا نتاخر كده؟ وايه اللي بيخلينا بنعاني كده؟ وايه اللي بيخلي الدوله بتبذل قصارى جهدها وما زال المواطن لسه لم يصل الى مرحله الرضا الكامل؟ هو الزياده السكانيه. انت مضطريه تصرفي على اعداد متضاعفه من المواطنين ومن المواليد اللي بيحتاجوا ملايين عشان التطعيمات، اللي بيحتاجوا مليارات عشان قوائم الانتظار، اللي بيحتاجوا الكثير والكثير من الأموال عشان تقدري توصليهم للحياة الكريمة.
ومش بس ده، يعني مش بس بقى في مشكله في الانفاق، ده كمان في خطر صحي على الام، صحيح، في خطر صحي على الطفل، وبالتالي لن تصل الى اسره صحيحه تحيا حياه كريمه. كل ده بسبب عدم تنظيم الانجاب، بسبب انك لا تراعي السن المناسب للزواج، السن المناسب للانجاب بالنسبه للمراه، الفتره البينيه ما بين الطفل والطفل حتى تستطيع ان تقدم لهذا الطفل الرعايه الصحيه المناسبه والرعايه الاجتماعيه المناسبه والرعايه التعليميه المناسبه. طيب دكتور حسام، يعني زي ما كلنا بنشوف داخل الوحدات الصحيه وسائل تنظيم الاسره موفره، مساله صحه المراه وصحه الجنين والحفاظ على صحه المراه والجنين بقى في توعيه كامله من خلال رائدات الريفيات ووصولهم للناس وانهم يكلموهم بلسانهم عن مساله الخطوره الخاصه بالست الحامل دي، لو ده سنها بدري زي ما حضرتك بتقول، لو ما فيش فرق بين الاطفال، يعني الحل الصحي متوفر. هل المسألة فين؟ يعني هو الفجوة، هل هي فجوة اجتماعية، تصحيح مفاهيم خاطئة فيما يخص الزيادة السكانية؟ طيب خليني أقول لحضرتك أنه السيد الرئيس وجه بأن يكون هناك مؤتمرا عالميا للصحة والسكان والتنمية، إن شاء الله كما أعلن معالي الدكتور خالد العفار وزير الصحة والسكان أن هذا المؤتمر سوف يعقد في شهر 9 الجاية برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس. الهدف من المؤتمر ده أن احنا نجاوب على كل هذه الأسئلة. احنا النهاردة ليه ما زال الناس حتى هذه اللحظة مش مدركين خطر الزيادة السكانية على أنفسهم مش على حد تاني؟ صحيح. يعني المشكله ان الخطر ده هو خطر يمس كل واحد فينا، مش بس يمس المجتمع ويمس الدوله، لكنه خطر مباشر علينا احنا كمصريين كمواطنين. وبالتالي الفتره القادمه ان شاء الله سوف تشهد الكثير من التوعيه المرتبطه بضرر الزياده السكانيه على صحه الفرد، صحه الام، الطفل، الاسره، المجتمع، وكيف تلتهم هذه الزياده بشكل كبير جدا كل ما يبذل من اجل التنميه والحياه الكريمه للمواطن. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أعتقد أنه مسألة الزيادة السكانية دي مسألة بذل فيها جهود لسنين طويلة، يمكن حتى قبل ما نتولد، واحنا كنا بنتفرج على الاعلانات الخاصه بمساله الزياده السكانيه وازاي ان احنا ممكن نشتغل عليها، لكن الحقيقه يعني انا بفضل افكر ليه الناس مصره على هذا الاتجاه بكل الازمات الاقتصاديه اللي احنا بنعدي بيها، اللي ما اعتقدش قبلنا عاشوا يعني ازمات اقتصاديه شبه اللي احنا والعالم كله بيعيشها دلوقتي، الا انه مساله الزياده السكانيه دي لازم يكون ليها حل، واعتقد انه الحل كمان مجتمعي، ويمكن حل ليه علاقه بتجديد الخطاب الديني، لانه رجال الدين كلامهم بيؤثر في الناس وبيؤثر في النفوس بشكل كبير. فيعني اعتقد ان دي مساله ملحه وحلها لازم يكون قريب، لانه مع كل الجهود اللي احنا بنتكلم عليها علشان كل الناس تحيا حياه كريمه، صعب جدا ان احنا نشعر بيها، يعني مع الارقام اللي كان بيقولها دكتور حسام وازاي الناس ممكن ما تشوفش التطوير اللي بيحصل في مجال الصحة مثلا، ما يوصلهاش جودة الخدمة الصحية المقدمة بسبب تزايد الأعداد، أعتقد أن الموضوع لازم يكون له حل، وحل مجتمعي بجانب الحل الحكومي الموجود وبيطرح طول الوقت.